قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة الإخوة الثلاثة وفي الاتحاد قوة. كان يعيش في إحدى المزارع الجميلة ثلاثة إخوة مع والدهم، وكانوا يقومون بمعظم الأعمال لمساعدة والدهم، ولكن كانوا يتشاجرون كثيرا مما كان يحزن الأب. ولم يتوقف الإخوة عن المشاجرة حتى في طريقهم إلى السوق لبيع محصول مزرعتهم من الخضار، فكان منهم من يقود العربة ومنهم من يمسك بصناديق الخضار لئلا تسقط على الأرض، فكانوا يتشاجرون حول أي منهم من يمسك العربة وأي منهم من يمسك صناديق الخضار لئلا تسقط على الأرض، حتى وصلوا أخيرا إلى السوق، فوقفوا في منتصف السوق لبيع الخضار. وكان الطقس في ذلك اليوم حار جدا، والشمس تطلق أشعتها الساخنة، فذهب الأخ الأوسط لتناول كوب من العصير، وأوصى أخيه الأكبر وأخيه الأصغر بالبيع والاهتمام بالعربة والخضار لحين عودته. وبعد قليل شعر الأخ الأصغر بشدة الحرارة، فقرر الذهاب للسباحة في البحيرة الموجودة بالقرب من سوق القرية، وترك أخيه الأكبر يهتم بالبيع. ولكن الأخ الأكبر اغتاظ من الأخ الأوسط والأخ الأصغر لتركهما له وحده لكي يبيع الخضار، ففضل النوم مستندا إلى العربة، وترك العربة والخضار وراح في نوم عميق، حتى جاء الكثير من الناس لشراء الخضار، ولكنهم حين رأوه نائما تركوه وذهبوا وبحثوا عن بائع آخر. وعند غروب الشمس عاد الأخ الأصغر من البحيرة بعد أن قضى يومه كله يسبح ويمرح هناك، وقال في نفسه أن أخيه الأكبر سيهتم بالبيع، فقرر عدم العودة إلا بعد غروب الشمس وعندما تصبح البحيرة باردة. وعندما عاد وجد أخيه الأوسط يتشاجر مع الأخ الأكبر لأن عربة الخضار قد سرقت وكل ما عليها لم يعد موجودا، وعلم أنه كان نائما ولم يراقب العربة. فبدأ الإخوة الثلاثة يتشاجرون ويلوم كل واحد منهم الآخر. وعندما عادوا إلى والدهم وعلم بسرقة العربة والخضار وما لحق بهم من خسارة كبيرة بدلا من مكسب توقع، اجتمع بهم ليعرف من تسبب في سرقة العربة والخضار. فبدأ الأخ الأكبر يلوم الأصغر لأنه تركها وذهب للسباحة، وبدأ يلوم الأخ الأوسط لأنه ذهب لشرب العصير وتركه وحده، ولام الأخ الأصغر الأخ الأكبر لأنه نام ولم يهتم بمراقبة العربة والخضار. وزادت حدة الشجار، فصاح الأب وطلب منهم الكف عن الجدل والصياح، وقال لهم: أنتم لستم إخوة، ما تفعلونه هذا لا يفعله الأعداء مع بعضهم، وتركهم ودخل إلى غرفته وأخبرهم بأنه غدا هو يوم هام للحصاد، وعليهم العمل في الصباح الباكر، ولا مجال للكسل ولا مجال للشجار. وفي صباح اليوم التالي وقد كان يوم الحصاد، استيقظ الأب، ولكن لم يستيقظ الإخوة الثلاثة، فكل واحد منهم قال في نفسه: يكفي أن يصطحب والدهم واحدا منهم فقط، وظن كل واحد منهم أنه سيصطحب الآخر وليس هو. فغضب الأب من كسلهم وحاول إيقاظهم، لكنهم كانوا متعبين من شجارهم بالأمس. فرحل الأب هو وزوجته ليحصد المحصول، وتركوا أولادهم نيام. وعندما عاد قرر الأب أن يلقن أولاده درسا لن ينسوه أبدا، فاجتمع بهم مرة أخرى وأعطى لكل واحد منهم عصا خشبية، وطلب من كل واحد محاولة كسرها، فتمكن كل من الثلاثة من كسر العصا كل واحد بمفرده، ثم أعطاهم مجموعة مربوطة من العصا الخشبية وطلب من كل واحد منهم كسرها،
ولكن لم يتمكن أي منهم من كسر مجموعة العصا الخشبية، فقد كانت المجموعة قوية. وهنا أوضح الأب أهمية تعاونهم واتحادهم معا لإنجاز الأمور، فالتعاون فيه قوة وإتقان وسرعة في إنجاز العمل. فتعلم الأخوة الثلاثة أن الشجار والخصومة ما هو إلا مضيعة للوقت، وعليهم التعاون والاتحاد لأن فيه تكمن القوة.